حماس غير عادي، كل شيء جاهز لمباراة كبيرة، أجواء غير عادية، أمال، طموحات، وأيضا الكثير من الضغوطات في مباراة اليوم. دخلنا مرحلة جد ودخلنا أدوار إقصائية، ويا إلهي على هذه الأجواء، ويا إلهي على هذا الحضور، ويا إلهي على هذا الترقب عند المشجعين. هذا اليوم لن يكون عادي بالتأكيد. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. أوه، شيء لا يمكن وصفه بصراحة. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. فيران توريس كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. بينية جميلة، لمسة على اليسار، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي. بداية هجمة كانت مباشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يلعب كرة بينية، مرت الكرة بشكل جميل، قراءة ممتازة من الدفاع. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمك جوندوغان، ليفاندوفسكي، هدف لبرشلونة، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. ليفاندوفسكي كان موجود في المكان المناسب، استغل الفرصة بشكل جيد. هو هداف، هو سفاح، هو نجم في الفينشينج عالي جدا. برشلونة هو صاحب الضربة الأولى. أوريول روميو، ليفاندوفسكي، برشلونة لديه جودة كبيرة في التمرير. كرة طولية في اتجاه فيران توريس. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يلعب كرة على اليسار، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يلعبها على اليمين، ليفاندوفسكي، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، بيدري، تلعب الكرة جميلة، جول. برشلونة أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه. برشلونة افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال الفرصة والهجوم والمرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة. فيران توريس، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى، وفي هذه اللحظة صافرت حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول.
substitutions taking place. الشوط الثاني على وشك البداية. برشلونة على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. برشلونة ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كوندي يتدخل في الوقت المناسب. جواو كانسيلو، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. ليفاندوفسكي، كرة طولية إلى الأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. لمسة على اليسار، تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لن تصل هذه الكرة. يلعبها لمنطقة الخطر، هذه لعبة خطيرة هنا. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. ويسدد، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينا. واضح أنه على قدر الطموحات والتطلعات في مباراة اليوم. كرة إلى الأمام، يبعدها عن مناطق الخطورة. دي يونغ، تسديدة في اتجاه المرمى. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. دي يونغ يلوم نفسه بالتأكيد على هذه التسديدة، لأنه كان من الممكن يقدم شيء أفضل من ذلك. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة، يلعبها في المساحة. جواو كانسيلو يبعدها، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. موجود لإبعاد الكرة، ينجح في إبعاد الكرة. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. أوريون روميو، كرة من جهة اليمين. دي يونغ، باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. كوريا يرسلها، كرة راسية حطها في الشباك. يا الله، رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. هل سيكون هذا هو هدف الحسم؟ تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. ممتاز في التمرير، يقطع الكرة بشكل رائع. ها هي صافية.